تخيلي يا سادة شركة عملاقة تقوم بتزوير الأموال المرخصة من قبل الحكومة الأمريكية. قصتنا اليوم عن شركة RGB Brahms التي تلبي احتياجات صناع السينما والتلفزيون. هذه الشركة التي يديرها ريتشارد روبابورت عقد صفقة تعاون مع السلطات الأمريكية بالحصول على ترخيصا لتزوير الأموال لأغراض فنية شريطة عدم تداولها بشكل غير قانوني، وتأتي الخطوة لأغراض فنية مثيرة كالأفلام والمسلسلات والإعلانات التجارية. وهذا التزوير يتم بشكل احترافي للغاية بنسبة تطابق تصل إلى 90% مع الأصل، وذلك باستخدام ورق ذي جودة خاصة قابل للتغيير بين الألوان المختلفة والتصاميم والنصوص. وهذه الأوراق المزورة تتميز بحماية الشركة من أي مشاكل قانونية في تداولها، حيث يتم التواصل مباشرة مع المخابرات الأمريكية ومكتب الخدمة السرية للتأكد منها.